Salam, j'espère que vous êtes prêts. J'ai une nouvelle recette où il y a les vol-au-vent. هاد لي مقبله تجي بزاف بنينه. نحتاجو فيها لا بات فيوتي اللي كنا خدمناها، نخلي لكم الرابط على فيديو. بيض، فرينه ومقطع باش نقطعوا العجينه تاعنا. وراق، نبداو الوصفه تاعنا. نجيو نرشو شويه فرينه سور لو بلون دو طراي تاعنا باش ما تلصقناش العجينه. نجيبو هاديك لا بات فيوتي، ونبداو نورقو فيها، ما لازمش نرققوها بزاف. بهاد الشكل نجيبو هذاك المول تاعنا. انا راح نديرهم دوائر، نتوما تحبوا ديروهم كاري ولا اي شكل حبيتو. قطعوا بهذه الطريقه، ونجيبو القطاع الأصغر ونحطوه في وسط نصف العدد نتاع الدوائر، ونقطعو بهذه الطريقة. يعني بعد ما شكلتهم نجيبو قطعة وندهنوها بالبيض باش القطعة الثانية تلصق لنا مليح. نزيدو فوقها هاد القطعة، نضغطو عليها شوية، ونكملو كامل القطعة بنفس الطريقة. نكمل كامل لي فولوفون تاعي ونرجع معاكم. نجيبو هذاك صفار البيض ونجيو باش ندهنو لي فولوفون تاعنا من الفوق باش كي يتحمروا لنا يجيو لون ذهبي. ونجيبو ان كوردون ونديرو ثقوب باش ما هذيك المنطقه في الوسط ما تتنفخناش. نبداو نعمروها بهذه الطريقه. وبعد ما طابو لي فولوفون تاعي نجي باش ندير لهم الحشو. شوفوا يجونا عاليين. نحتاجو طوماط، جبن مرحي وزيتون اسود. نبداو نديرو بهذا الشكل. نزيد نكمل كامل الحبات نتاعي ونرجع معاكم.
وبعد ما نكملوهم ندخلوهم للفرن، نشعلو لهم من الفوق باش يدوب لنا هذاك الجبن، ونرجع معاكم. وها هو الشكل النهائي تاع لي فولوفون تاعي، مقبله مالحه تجي بزاف خفيفه وبنينه، تقدموها مع الحريره تاعكم. بالصحه والراحه، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.